يسعد أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. بأول فقرة إلنا لليوم بحب أهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك. وبفقرة اليوم رح أحكي عن أهم التأثيرات الإيجابية اللي بتنعكس على أجسامنا بسبب صيام رمضان. أول تأثير، الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة في شهر رمضان تعطي الجسم الفرصة لحتى يتخلص من السموم إلى خارجه، واللي بتنتج عن التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث بشكل طبيعي في داخله. فبإمكاننا اعتبار الصيام أكبر ديتوكس ممكن تعمله خلال العام. التأثير الثاني، بإمكاننا اعتبار الصيام أحد أقوى التمارين اللي ممكن تمارسها لضبط الشهية اتجاه الأكل والتحكم بالنفس. فلما تمارس هذا الشيء بشكل يومي بأنك ما تأكل مع شعورك بالجوع، بيعزز عندك ثقتك في نفسك وقدرتك على التحكم بشهيتك اتجاه الأكل، وهذا الشيء بينعكس على ممارساتك الغذائية لما بعد شهر رمضان. التأثير الثالث، يعتبر رمضان فرصة ذهبية لكل حدا حاب إنه يخسر من وزنه أو حتى يغير من أحد العادات الغير مرغوبة عنده، حيث مع قلب الروتين تماماً للشخص بإمكانه أنه يضيف أحد العادات أو يحذف أحد العادات بكل سهولة. كمان ممكن يساعد بخفض مستوى الكوليسترول ودهون الدم الضارة، وهذا بسبب امتناعنا عن تناول الطعام والشراب لمنتصف اليوم، وهذا الشيء بينعكس بأنه بتقل نسبة الطعام اللي بيتناولها الشخص، وبالتالي بيخسر من الوزن والدهون الضارة من الدم. لكن إذا كان الشخص بيتعامل مع الأكل على مبدأ التعويض، بيأكل كل شيء بيقدر عليه بعد الإفطار، ممكن إنه ينعكس عليه بشكل عكسي ويزيد وزنه بدل ما إنه يخسره. بالتأثير الرابع، مع الصيام بتقل نسبة السموم بالدم والجهاز اللمفاوي، وبالتالي بيصير عمل الدماغ بشكل أفضل وفعال بشكل أكثر، وبتزيد نسبة التركيز عند الشخص والذاكرة وقدرته على الاستجابة والتعلم. طبعاً لحتى نحصل على كل هاي الفوائد ضروري إنه نمارس بعض العادات الغذائية لفترة ما بعد الإفطار أيضاً، واللي رح شارككم بأهمها في الحلقة القادمة إن شاء الله.